رحمه الله. والحديث هو 25. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا. رواه الطبراني ورواته مستدل به في الصحيح والحاكم، وقال صحيح الاسناد ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. هذا الحديث حديث حسن، وله لفظان كما رأيتم، واللفظ الثاني هو أتم من اللفظ الأول لفظا ومعنى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة. وهذه الجملة كما تعلمون جميعا مأخوذة من نص القرآن الكريم: اقتربت الساعة وانشق القمر. وسيأتي في حديث لاحق إن شاء الله هذه الآية بثمانها: اقتربت الساعة وانشق القمر. لكن الرسول عليه السلام ذكر هنا الجملة الأولى من الآية، فقال: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. إذا كان أحدكم عنده نسخة من التبريز فقد تكون نسخته كنسختي هنا: ولا تزدادون، وهي وعد التواصل من الكتاب وأصول الأصول. ولا يزدادون أي الناس الذين ذكروا صراحة في سياق الحديث، حيث قال عليه السلام: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. والقصد من الحديث واضح، وهو أن مع كون الساعة قد اقتربت كما أخبر ربنا عز وجل الآية، الناس على خلاف هذا الإنذار الذي أنذرهم الله عز وجل به حين قال اقتربت الساعة، فهم بدل أن يهتموا بوقوع وقيام الساعة، وهذا الاهتمام يستلزم الاستعداد للموت قبل نزوله، فبدل هذا الاستعداد ماذا يفعل الناس؟ لا يزدادون على الدنيا إلا حرصا، أي كأنما الساعة بعدت عنهم ولم تقترب منهم. ولذلك في الرواية الأولى لما قال اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا، يعني في تطرفهم في عدم استعدادهم لقيام الساعة، وكأنما الساعة عندهم لا تزداد إلا بعدا، لذلك هم لا يهتمون، وإنما يهتمون على عكس ما يستلزمهم هذا الإنذار الرباني من قوله اقتربت الساعة من الاستعداد للموت العمل الصالح، فهم على خلاف ذلك لا يزدادون إلا حرصا على الدنيا وجمعا لها وتكاذبا عليها، وبذلك فهم لا يزدادون من الله إلا بعدا. ويجب أن يعلم كل مسلم أن الله عز وجل حينما يخبرنا باقتراب الساعة ودلو أشرافها الصغرى فضلا عن الكبرى، فإنما يعني ذلك إنذار الأحياء
أن تدركهم الساعة قبل أن يتوب التائب منهم وقبل أن يرجع الشقي عن عمله الصالح إلى العمل الصالح. قوله عز وجل اقتربت الساعة في معنى استعد لها، الساعة قريبة. لكن الناس أي أكثر الناس كما جاء في هذا الحديث اقتربت الساعة ولا يزداد الناس عن الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا ضعفا. هذا حديث حسن كما قلنا.